قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وما تنسوش ديروا جيم. دابا الاداره كبرات وغادي نفتحوا فرع هنا في مراكش باش ينقص عندنا شويه الاداره. الموظفين غادي نصيفطوهم من عندنا من هنا. لا المدير كاين وتبارك الله عنده خبره حتى هو. اييه السي سعيد هو اللي يصلح تماك. ديك الساعه غادي تكون ترقيه وانتقال في نفس الوقت. سي ادريس في الجريده. واخا نعمس واخا نعمس شكرا. الوي اهلا اندرا اشنو درتي لا في لا ريزيرفاسيون ديال لوتيل المدام والدراري لا تنشوف 20 يوم مزيانه. لا سعيدية مزيانة رخيصة وحتى الجو فيها مزيان. يلا مع السلامة واخ سلامة. سي سعيد السي سعيد سي دريس شخبارك العميز ديال الصحة بخير عندي لك واحد الخبيرة يا جدي سمعني الله يسمعك الخير. سمعت السيد المدير كيقول جاتك الترقية. ترقية؟ أول مرة السي دريس تقول خبر زوين في حياتك من نهار تنعرفك وهذا ديال الترقية عرفتي شحال هادي وين تنتسناها الحلاوة. إيه موجودة بسم الله هانا وعندي لك خبر آخر. إيه قولها مرتي الوالدين تنسمع. جاك انتقال. انتقال؟ أويلي وفين؟ ملي خرجت ورجعت لقيت السيد المدير كيهضر على السعيدية. السعيدية؟ وفين جات هاد السعيدية؟ واقيلا على البحر الأبيض المتوسط. سي دريس الله يرحمك. لا نسافر وما نشوفك شي ولا شي حاجة. فين غادي يا سي السعيد؟ غادي للسيد المدير. ليش؟ نقول ليه عطيني الترقية باش نمشي للسعيدية. يا ويلا سولك وقال لك شكون اللي قالها لك؟ نقول ليه سي دريس الشاوش ديالنا الله يعمرها دار ما تيخلي عنده حتى شي حاجة مستورة. يا هي أنت ناوي تشريها ليا معاه. دابا الخبيره ها هي في راسك السي سعيد وصبر حتى توصلك بشكل رسمي. السي دريس كنت غادي نرونها معاك ياك. بلاتي هاك. اش؟ غادي نعطيك نعمه سيدي. الحلاوه وحده ليك وحده ليا ويلا لشي قهيوه. تفضل فطرتي ولا مازال؟ مازال ما فطرتش. مع هذا الخبر السي دريس. ثلاثة، إيه غير ثلاثة البيضات. ياه كاس واحد ديال سنيدة. لا زيد ديري هي نص كاس. واختي كل مرة كتصاوبيها ديري خمارة. ها ومرة مرة طلع عليها عندك تحرق ليك. وسيري الله يستر عليك ما تبقاش مقابلة التلفزيون تخليها تحرق. يلا سيري دابا نعاود نتصل بك الله يعاونك. ولا فريدة كان عليك تجيبيها لهنا وتصاوبي الكيكة هنا وهني راسك تحرق ولا ما تحرق. صباح الخير سي سعيد. والله اخويا ما كرهت عرفتي راه كنمشي من هنا مهدودة مسالية ما فياش ما يزيد شي حاجة. بالحق انا هادي هنايا ياك انا غادي منتقل منتقل تصاوب الكيكة تصاوب الطنجية ومالي هنايا. خويا سعيد ياك شي بس ما كاين شتي كتهضر غير مع راسك. لا اخويا الا بغيت تقول لي شي حاجه قولها لي في وجهي ما تبقاش غير كتقمقم. لا لا اختي فريده ما بغيت نقول لك شيء. لا قولي لي فريده عمرك مشيتي سافرتي للسعيديه؟ السعيديه واش كتفلى عليا انا راه مراكش عمرني ما فتو. علاه اخويا اللي غارق كريديات عندك الكريدي ديال الدار الكريدي ديال الطوموبيل الكريدي ديال الثلاجه الكريدي ديال التليفون. صافي صافي الله يكون في العوان زعما الموظف غير كتجبد مال حس الكريتي كيبدا تيسرسر.
ايه اخويا الله يكون في عون الجميع. ولكن لا فريده ما المره اللي بغيتي تصاوبي شي شكيكه صاوبينا معك شي وحده عليها. مرحبا اخويا سعيد. مرحبا. ان شاء الله راه غادي نرحلو. صافي لقيتي لنا شي عتبه من مرزقه ياك ولا شي بارطمون شي حالي راقي. لا غادي نخليو هاد مراكش. ويلي غنخليو مراكش؟ اه سعيد اش درتي؟ اش بغيت ندير؟ جاتني الترقيه. ترقيتي؟ فين غنمشيو؟ غادي نمشيو للسعيديه. سعيد فين جات السعيديه؟ جات حدا بنكرير. ايوا قريبه. اش جات من قريبه للسعيديه؟ راه حدا وجده وتطلع على جبل الطر. جبل الطر؟ يا ربي عجبك الحالة؟ عندك كيما نمشيو تقول لها بغيت نشوف امي ونشوف جدة. امي صافي صافي يلاه سير عمر عليها. سيدي سعيد بعث لي واحد الفكرة. انا تنعرف الافكار ديالك كي دايرين. وغي سمعني عرفتي اش غادي دير؟ قبل ما تشد الانتقال ديالك في يدك غادي تسافر للسعيديه وتشوف هذيك المدينه كي دايره. عجباتك تبارك الله داكشي اللي بغينا. ما عجباتكش هاي غادي دير لهم انتقال تعففي تعسفي تعفوسي تعسفي هذاك وغادي تزوق في النقابه هما يدافعوا عليك. فكره عندك واعره. مشي معاك. لاش غير المصاريف بلا معنى. والدراري من داني غادي نخليهم ها ولا نديهم معنا؟ ورا خاصني نعرف فين غادي نمشيو. هيكون يعني ملي غادي نجي من السعوديه غادي نعاود لك كلشي. ما تعاود لي ما نعاود لك. رجلي هي على رجليك. اش دار لك الحاجه؟ ايوا دير ليها خاطرها وخليها تنوسك وحنايا غادي نبقاو مع الدراري هنا حتى وكان ترجعوا يا كاميلود. اييه ان شاء الله بحول الله مع خواتي. وليا قالوا لي السعوديه فيها البحر ياك ولدي. لا فيها الواد الوليد ولاش؟ ولاش؟ ايوا ان شاء الله بحول الله مع قوتي نجيو نخيموا عندكم. مرحبا. وقول لي اسي ميلود عندك بعدا الشورت؟ الشورت؟ لا الشورت. علاش باش تبرز؟ باش تعوم به. قول لي بعدا واش غادير في الخدمه؟ مال الخدمه مال الخدمه؟ ايوا اليوم الاربعاء غدا الخميس ان شاء الله فتح محرم. الجمعه ما كاينه خدمه. زيد عليهم السبت والحد ونهار الاثنين غادي يجي لهنا فين بالسلامه والوليدات غير تهنا عليهم. ساك الحاجي احساس بها هو الحاجه تاع خويا دير اللي بغيتي. الوقت مزوجه وهذا اللي حدايا ما شتيهش. سعيد سعيد نوض نوض. طاب الفطور؟ اش من فطور واقيلا تنقرب يجي. شو الخينا مالو؟ السي سعيد كنقدم لك راسي. اش بغيت تقدم لي راسك ولا رجليك؟ وزي بدل ساعه بخرى كتعرفني؟ على بشر كيف داير؟ صافي. عرفتي عندكم جاج الاتساع؟ لا لا هي قلت انتم مسافرين وانا مسافر ما فيها باس الا ترافقنا في الطريق. اسي ترافق مع مرتك؟ اش بغيت ترافق معايا كتعرفني؟ اما تيحشموش ها وجهه صحيح. وييه نوض نوض يلاه نمشيو بحال نلقاو البلاصه الاولى حدا الشيفور. اه على بشر كي داير؟ والله ما بقاو تيحشموا بالله. مخرج فيا عيني بقات في الكرافطات. اختي زوجة اسف
عطيه الفولة عطيه. لا سعيد راني عطيتهم لك سعيد. لا 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 عندك راه عطيتهم لك. لا غير قلب مزيان راني عطيتهم لك. انا قلبت جيبي كلهم الله يهديك. ياك ما يكون مني كنت نعس دا شي حد يطيرهم ليا. لا ما طيرهم لك حتى شي حد انا كنت حاضيه. يلا سيدي يلا سيدي طلقنا راه حبس الناس. واخا تدروا لنا هاد الوريقات الله يجزيك بخير. واش الا مشيت عندك سيدي في الكيشي اللي قطع لي الوريقات وجبت لي كيشهد بان وقتات عنده ندوزو. سيدي انا كنعرف التيكيت ما عندكش ولا ودرتيهم سير قطع وحدين اخرين. زين يلا هزي الباليزه ورجع بحالك. كيفاش رجع بحالي؟ ملي نمشي نهز الجيران كلهم عرفوني انا مسافره في الاخر رجع يقلب قلب سعيد جيابك وشوف. كلشي الله يهديك. شوف ها 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 هما قلت لك عطيتهم لك خذ اخي شكرا سير اسيدي الله يعاونك شكرا سير اسيدي الاخوان سير سعيد بلاتي بلاتي نعيط لامي نقول لها على هذا الشيء اللي طراينا في الطريق. واش دابا حنا اللي درناها دروكا في هذا السفر خصنا نقول لها لامك تطلعي للتران وهضري مع امك ومع جدك ومع كل شيء. نعاود لها على النفوله وعلى التيكيت في الطاقيه. زيدي للتران قبل لا يزيد ونوليو راجعين للدار بالمعقول وعاودي لامك على النفوله وعاودي عاود لي زيد علينا الترين زيد زيد. اجي 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 ندير لك شي تصوير اجي شتي التقا ديال الترين هاكا يلا بيان طلع سير اه في البيوتها اه في البيوتها وفي حتى الكوزينه ولا بيسين في السطاح الا بغيتي تشري حويجات كل شي حاجه. واش انت تزيدي قالك في البيوتها ها مرا سعيد شوف شوف في حتى بيوت الناس. والله الا بيوت الناس البركه الاخ انوض صاحبي خلينا حتى حنا نعس شي شويه نجلسوا ولا بغيتي تجلس غير بوحدك والناس خصها فين تجلس. ما بالي خير هذا كومبارتمون تكركب تكركب لك قدام راه باقي تنيع خاوي تقلب على الصداع صداع. يا دابا انا اللي نعس في ربعه ديال البلايص ها داير بحال انتهت التران خلى لك الوالد. درك اش بغيتي؟ ما بغيتيش هاد التران يتحرك ولا تبغي؟ نعس اصاحبي نعس نعس وخليه سر سر تما طر الصباح بنادم كيدير سر سر. يا دابا انا ردوني ما كانا سعيد يلا يلا نمشيو الركبه حدا هادو راه ناقصه. بلادي نعترف على بشار. السلام عليكم. هما واحد جوج بلايص خاوينا هاكي. الله اسمح لينا نقعد وحدكم. مرحبا. شحال نتوما؟ حنا جوج كوبل. تفضلي يا الاخت. الاخت الله يعطيك كثر تشوف. انا كنقدم لكم راسي انا سعيد. حتى حنا سعاده. لا بغيت نقول سميتي سعيد وخدام في دار الضريبه وجاني الانتقال للسعيديه. سعيد وغيصيفطو للسعيديه. انا كون كان سميتو رشيد كون صيفطو للرشيديه. الحمد لله ما سميتكش قاسم. الحمد لله فين كانوا غيصيفطوك. الاخ ما عجبتكش النكته. ها الاخ ها الاخ هاو شوف شتي هاد الترقيه شحال هادي وانا تنتسناها حيت بزاف د الحوايج غادي نبدلهم في حياتي. اش ودي تبدل؟ وقيله غادي يبدل المدى. يا لا يحييك ويوصل يديك رجليك حتى يبدلني سيدي سعيد. هذا راه راجلي وكيبغيني ومريزرفي ليا في اوطلا 10 ديال النجوم. نجمه كتنطح نجمه 10 ديال النجوم. نجمه كتنطح نجمه. وهذاك ماشي لوطيل هذاك راه سما بالليل. يا ليل يا عين شتي. الاخ ما تديش على كلامه كمل كمل. ها الاخ ها الاخ الاخت غادي تمشي عندك الطبيب ديالك وقول ليه بدل لك هذا النظر. راه عطاك النظر حولين الرجال تيبينهم لك عيالات وعيالات تيبينهم لك رجال. نشوف هاد الدرهم مالو. الله الاخ مجوجة
اهلا اهلا. شتي تكون عرفت راسي بغيت نتلاقى معك في هذا الفاكو كون مشيت على رجليا. هاي 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 وزاد حتى بالقارو تتكيف مع راسك هنا في التران، راه منو القارو في التران؟ اولا التران راه واقف وثانيا الباب راه محلول. هاكا خاصك تعجبوني بعدا بالرفات هذا الوش. سمح لي نقدم لك نفسي ياسر. لا ما تقدم لي على راسك سير قدم لهم الفرن شي شوطو مزيان؟ الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا خويا البلاصة تفضل. الله سعيد. شوف لي بلي داك داش عنده باش كنت نشوفوا في الفلام تيديروا فيها المكحل. عمي لي المكحل واش مخلينو يطلع كل فتحان وما كنتي شغلك يطلع حتى المدفع شغل هذا. لا كلك المدفع ودا خويا نبدلو البصلوط ما جنبدلوش انا غادي نهز عليه يمني بيه حل الجبان تلحل الاخ صياد ياك. اه انا ملي كنت صغير كنت نصيد ب داك الجانك هذاك كندير فيه متى تصيد جاوش الاخ اش فهاد البليده هذه آلة ديال الموسيقى ديالي ولا كاينه شي آلة الموسيقى قدها كوا ومالها هذا راه ساكسوفون آلة ديالنا فخرة تكون كبير سعيد كيفاش آلة النفخ؟ آلة النفخ زعما بحال داكشي اللي تيصوتو بحال الغيطا والنفار. آه. دير لنا شي حاجة نسمعوها. ها هو سعيد شتي كاين عندك هناك النفيخ؟ راه داير الحياة مغطية الحنا. آه ولكن تخصنا الرقاصة. آه الأخ فنان. آه شوية تنحاول. يلا بادي. وفين غادي بالسلامة؟ غادي نمشي للرباط نشارك في واحد المسابقة. الله يسخرك اخويا الله يسخرك اللهم امين ادعيو معايا لا لا ان شاء الله اه ما غيمشي حتى غيديها ان شاء الله الا ديتها انت الله فيكم كامل. Thank you.
الفيسبوك غتلخا عيط لحب هذا الصندوق اللي عجب لينا وشوفي عاوتاني عيطي على امك قولي لها راه تلاقينا مع واحد داك اللي كيف الله واه خصني نقولها ليها بيعي الحاجه اللي بينا نديروها قولي لها الله الا عسى قولي ما كتعرفش دير هذاك الشيء ديال هذاك الشيء ديال الاخر ذاك هو ما لو كراف دفته بزاف دفته عزيز عليك الموسيقى الخارج تويلي سعيد عمرك ما قلتي لي كتعرف هذا الغناء مالي كتعرف ليه يا ما واش تعرف مالي في تيخرج الوراق الله يخليكم واللي غادي لوجده يبدل التران فاس حنا نيت نعمس ياك نعمس بني غادي يوصل فاس غادي يقولوها في البوق ياك ايوا غير رد البال الا ما رديتيش لبرا غادي يصدق في طنجه شكرا سيدي سلام انا غادي نعس واحد شويه فاش يبان لكم البحر عافاك في خوني سعيد نوض نوض الغدا موجود اش من غدا نوض سعيد راجعني الجوع ياك الجوع انا الساكرا هو اللي جبتي فيه الماكله ديالي سعيد نقولك واحد الحاجه وما تخاصمش عليا انا ما نخاصم عليك شي شتي هذاك الصاك اللي كانت فيه الماكله نسيتو في الطاكسي ما عندي ما نسالك عزمنا عليك في السفر بكري واش ندير لك عرفتي اش ديري دابا رمضان تيتسالك تيتسالك صومي اليوم وحيدي من الكريدي ويلا جاب الله عيطت على امك عاودي لها قاضية الصاك بحال كيفي تعاودي لها الطاقية الاخ بيتي سريعة صايمة تقولوا من السعيديه ونديو لها شويه ديال الحوت ولا غادي يموت في الطريق سعيد الله يهديك راه شي حاجه كبيره وباينه وعاطيه العين ايوا حاجه كبيره وعاطيه العين يا نديو لها شي ماريو كتفلع عليا سعيد واش الماريو غادي نديوه من السعيديه حتى لمراكش اها تتحماق عليا دابا ولا شنو اسمع سفيان قول ليهم رانا ما تنحملوش وما تسطاش عليا شنو اللي ما كتحملوش ممكن الانسه كتهضر على كسكسو حرام عليك يا ساحي واش دابا كسكسو حنا لقيناه اها وقول لهم يردوا لي خاتمو دابا شكون هو اللي خردوا لي خاتمو كسكسو واش كاين شي واحد تيتزوج شي واحد ما عندوش شخصيه وحاد ما فيهم موفق من هذا الشيء ورا سالينا قبل ما نبداو قول لهم هاد الهضره وسالينا صافي بسلامه تلاح وطرني حرام الاخ نمشي ستيلو نعمر هاد الشبكه ها الاخ الاخت اش بغيتي يجي شبكه ها اش بغيتي تعمر واش انت بغيتي داك الشويه ديال الضو اللي بقى عندك بغيتي تطفيه ما كاطي مسكين بقى فينا كاع هشتي كل ما داك السيد اللي قال لينا الا وصلتوا فاس بدلو كون دابا راه حنا في طنجه يا العاليه طنجه يا العاليه انا يسحب لي مجوجه الراجل جايل وشايف الدنيا صح انت انا بلو بطوطة شوفي غادي نخرج دابا نمشي ندبر راسي ما يتكال وانت قابلي معك هاد البويز سعيد تخليني بوحدي تينا لا خويا رجلي على رجلك مالي انا بغيت نمشي نقعد 6 ايام 10 دقائق نمشي نتقدى ونرجع اش بغيتي تاكلي شوف لقيتي لي شي طاجين ديال الكفته بالبيض لقيتي شي عنب شري لنا شي كيلو كفته بالبيض لا غادي نجيب لك الصفه بالقرفه وانا اللي مكلخ اللي تنتشاور معاك سعيد لا تعطلتيش ندير
الا ما رجعت خذ الترالي جاي دابا غادي لمراكش ونتلاقاو تما. غادي نبقى نعينك هنا حتى ترجع. سعيد عندك تنسى الحار. انا منتي. لا يا منتي الجو غزال احنا فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. شي محل تبيع الماكله هنايا؟ بغيتي تشري الدوبيت ولا تبيعو؟ لا بغيت انا شي محل فين تتباع الماكله. بغيتي تاكل؟ مرحبا مرحبا بمدينه فاس. مرحبا بك عند مولاي ادريس. ولا بغيتي حتى مولاي يعقوب وسيدي حرازم راه عندي الكليان والله تنتهلا فيك. واخ واخ اشري. شوف هي بغيتي تاكل؟ انا بغيت الماكله. وي ما قلنا عيب. شد مني انا. اش بغيت نشد منك؟ هادو العزازل هادي هي العواشر وهادي هي المناسبه. بغيتي تشوفهم؟ علاش بغيتي العزاف؟ علاش بيتهم؟ العزازف اصاحبي العواشر لا بغيتي تعزف دارك. واش انا بدا نقول لك غادي مسافر قبل الطريق لوجده وتنقلب على شي مول الماكله وانت تقول لي لا اللي غادي مسافر. شوف الشريف الله يرحم والديك وعاون اصاحبي الصناعات التقليديه والله الا كنخدمهم لا بيديا. واخا بشحال تيديروا هاد العزافات؟ انت رخاصين اسيدي. ها 30 درهم لا غلا عليك يا مسكين. هاد شام الصناعه التقليديه طويله ولا قصيره؟ انا هادي نيت. هي زوينه. شحال تدير هادي؟ 30 درهم. يلا انا بسم الله. ها 30 درهم صافي. وهادي 20 درهم. والله خف الله يلاه بركه. اشري اشوف. ها لي سطوره هنا. والله الا الماكله مزيان. سير تاكل سير تاكل. زيد مني شي وحده. اعطيها لنسيبتك. اشري اشري. ويلي 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 على مرتي ولات تسعى الماكله في التران. اويلي انا سعيد غادي نسعى. واش طاح عليك من السما؟ هذه راه الماكله ديالي اللي جبتي معنا في الطريق. يا قلت لي خليتيها في التاكسي. لا لقيت راسي جمعتها وسط الحوايج ونسيتها. هاكاك. واش ياك ما قطرات لينا على الحوايج ولا شي حاجه؟ لا لا راه كنت ملويها مزيان. هاك دق دق. بسم الله. شنو هادشي جبتي؟ هلا هذا هو الكادو اللي غادي نديو للوالدة عندك. ها هو كادو طويل. اويلي واش حنا غادي نمشيو هازين عزافة في التران؟ اي عندك الحق. عرفتي واش غادي نديرو؟ غادي نرميو هاد العصا وغادي نحتفظو بيه بالشطابة حتى لمراكش نعاودو نشريو عصا أخرى صافي ونطلو في ماماك. هاك هاك كل كلي انتيا كلي انتيا بارك. زين شوف واحد السيده حامله وهزه معها السيكر متقله دابا يخسر لها بنادم. باينه هزه التوام. وعليكم السلام. عفاك لا 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 ما تعاونيني. اش غادي نعاونها؟ واقيلا بغات تولد. لا ما علينا قابله. تحلي لي عفاك العقده. واخ ممكن دايره تهز بها التقاله كرشها. هذيك هذيك هذيك. بارك الله فيك. يلا زغرتي ها المرأة بلادها كتولد. زغرتي هزة ماريو الحوايج في كرشة. كنجيب الحوايج من الشمال وكنبيعهم في الدار البيضاء. الراجل مات ليا وخلى لي خمسة ديال الدراري. إيوا الزمان صعيب شنقول لك. وطرفت الخبز ماشي ساهل باش تجيبيه في هذا الزمان. ودابا إلا جبتي طرفت الخبز باش دوزي ها هو عندك. ها الكاشير ها الفرماج ها الشوكولات. سعيد زعما راني كاينه. زين واه انت هادي خفتي منا تلاقينا معنا نتفرقوا معنا. لا لا عفاك الله يجازيك بخير. لا لا حضوا لي هاد الصاك معاكم نجيب غير واحد التعبئه ونمشي. واخا لا لا يا سيري. ولي 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 هادي شتا مشات وخلا الصاك هنا. واش انت حمقى بغيت تمشي ويا خلا صاك عامر بالسلعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بطاقة التعريف الوطنية ديالكم. سعيد شكون هذا؟ أنا ما سمعتيش قال لك بطاقة التعريف الوطنية. هادي البوليس. واش بغا هو؟ على لاكارت. هاكا صحتي. هاكا خويا سيري. غادي تمشيو معنا؟ وي غنمشيو معاهم. لدار الضياف. قول لهم راه حنا كنعينو التران.
قول لي شريفك شي بس ما كاين. جاتنا واحد المكالمه باللي كتهربوا السلعه وها هو الدليل قدامكم. ويلي سعيد مشينا فيها سعيد. لا لا ما سعد الصف ديال واحد المراه حامله كانت حامله ودابا راه مشات تقدا شي حاجه يمكن مشات تعبى ولا شي حاجه. تعبى يعني يجيب شي سلعه اخرى دريس طاشيهم. شنو هي طاشيهم؟ هي ربطهم. ويلي اللي تربطنا خويا راه حنا راه هي المراه مولات السكن شفتوها. انا سيدي سمحوا لنا نوض اخويا نوض ساعدني نشوف حالنا. لا لا ديري انتي سر واش شكوت في الساك حيي. لا صافي شبعت تسدد لك الشهيه. نوض نوض كحت هادي ما تنساي تعاودي لامك الا دورت لها التليفون. نوض كحت كالك السلام عليكم. وعليكم السلام. راك غايه مليح واش تبغيت ابن عمي؟ واش هاد الطاكسيات ديال سعيد يا ابن عمي؟ سعيد ابن عمك كتعرفو؟ لا فوجد هاكو تيهضروا شي ابن عمشي هكاك. مغاش تلقاو الطاكسيات اللي يديكم للسعيديه؟ واش المعمول؟ خاصكم تباتوا حتى للصباح وروحوا. نباتوا هنا في التاكسي؟ في لوطيل. في لوطيل واخا بلا نتشاور مع مدام. قال لك لا خصنا نباتو هنا حيت الطاكسيات ديال السعوديه تقادوا. ويلي غنباتو في الزنقه. لا شو قالك بلا نباتو في الزنقه بلا نباتو في لوطيل هكاك. وبلاتي بلاتي اش بغيتي؟ نعيط على امي تعطيني التليفون ديال الشومه. شكون هذا الشومه ثاني؟ الشومه جارتنا على ماشي عندها خوها هنا في وجده. صافي حنا عندها خوها في وجده هنا ونجيو نريبو عليه بحال الردم. طلعي 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 بنت عمي طلعي طلعي. بسم الله. مرحبا بكم في وجده. رايحين تخيموا في السعيديه ولا؟ لا راجلي سعيد راه ولا مدير في السعيديه. على عقوبه ليك من شوفور ديال التاكسي لشوفور ديال الماشينه. الله يجازيك بخير. السلام عليكم خويا الطاكسي ديال السعيديه. شكرا شكرا. هذيك الثالثه اليوم تزن عليهم كلهم. ما خلينا تران ما خلينا طاكسي صغير ما خلينا طاكسي كبير بقنا الطوبيس. تجيني مزوقه فيا عافاك ديني معاك دي معاك جربي الصفر شوف كيف داير. السلام عليكم. السلام عليكم. السعيديه خويا ياك؟ لا هي السعيديه. نعم السعيديه. روح سيدي. شكرا شكرا. بسم الله. سعيدية 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 سعيدية. واه سعيدية. لا لا واه راني جاية في طاكسي. ايوا خسرت لي اللوطو وخليتها تعدى الفوجدة. واه قولي قولي بعدا واش درتو ليا في قضية الجوق؟ سعيدية. واه سعيدية. ايوا مزيان ياك بعدا قلتو ليهم غدوة العرس والتريتور جا شاف البلاصة. شافها. ايوا مزيان. يلا هاني جاية. يلا سلام. سيدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبرتي اختي هادشي ديال العرس فيه غير صداع الراس وصافي. سيدية. ايوا الله يكمل عليك بالخير غادي تزوجي. سيدية.
سيديه احلى راه بنتي اللي غتزوج الله يكمل بخير والعريس خدام في السعيديه لا سيدي هو من غردايا غردايا سعيد كاين في المغرب شي مدينه سميتها غردايا لا العريس من الجزائر زعما جزائري من هضرتكم هاني ليا مراكش واش جيتو ديروا في السعيديه راجلي سعيد غادي يولي مدير عندكم هنا في السعيديه مدير تبارك الله ويلا انا غنعرض عليكم الزوج تحضروا معايا في العرس وا مدام في الحقيقه اللي بغيت تفهمي مني انا غير سعيد غادي نجي ان شاء الله للعرس وغادي نجيبوا معنا الكادو شنو الكادو زين على الشيطان سعيد ياك غادي نسكنوا في السعيديه ايوا خلينا نديروا معارف الله يهديك زين باش بينا بين شي معارف اشريف واش باغا تسير بيناش خلاص احنا مقلقين الله يخليك باقي ثلاث بلايص غير نعمروهم ونمشيو وقولوا لي بعدا وفين غادي تجلسوا في السعيديه بيا بيا مدام باقي ما عرفناش فين غادي ننزلوا ايوا كون كان السي سعيد انا غادي نشوف لكم واحد لوطيل غايه ايوا انت مدير وخاصك تكون في احسن اوتيل اكيد اكيد هادشي اللي بغيت نوجه الشرع شنو سعيد ما نكبرش بيك مزيان عشان لا غسر بينا خلاص انا غنخلص لك هاد جوج بلايص ايوا والبلاصه الثالثه البلاصه الثالثه انا غادي نقول للسيده اللي عندها العرس تخلصها واخا سيدي يلا 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 ياك لاباس ابن عمي اللوطو سخنت خصني نزيد لها شويه الماء ونتسناوها حتى تبرد شي شويه هودو هودو بعداك طبوا شي دوره في بنيدره شوفوا السوق ديالها وحوسوا شي شويه شكرا مدام نزيد تجيبي معنا شي دويره لا لا سي سعيد غير سيروا نتوما انا يعني نعيط في التليفون ناول شويه على العرس صح يلا بصحه وراحه النهار باين بك الو الطوموبيل الطوموبيل عاوتاني كخسرات ما فهمتش هاد النهار هذا المعكس هذا بارك الله شوفي اتاي اتاي موجود ها الخير جا سجن شوفي مرحبا 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 خذي اللي بغيتي راها ماركه والرخاء لا 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 مس حنا دابا جينا نشوفوا ملي نكونوا غاديين غادي نجيو نتقداو راه هاد الماركه جايه من روسيا سعيد فين جات روسيا حتى كوبا من الهند وحتى الدواء كنبيعوه ياه كتبيع القوامل وحتى الدواء وهذا الشيء كله هو جاي من لهيه كلشي من هيه وحتى البنوات اللي خاصكم راه موجودين شنو البنوات اللي خاصكم راه موجودين اه البنوات زين ناخذ شي سته البنوات نديهم لماماك علاش باش الا بغات تصبن الجفنه ما باقاش حتى تحطها تحت على البنوات سعيد ويلي 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 نسينا مول الطاكسي ايه دابا نعاودو نرجعو لهناس اجي ندو شي البنوات ويلي اش غنديرو بهم زيد زيد السكوتر في الطاكسي مشى علينا يلا سيدي الطوموبيل راه موجوده ايوا على سلامتك يلا بسم الله
شكون؟ راكي غايه مليحه ها؟ كنا مدام هاد لوطيل بزاف علينا بين حنا شي لوطيل على قد الحال. سي سعيد والله تا دخلتوا ليا لخاطري وانا تشهيت لكم اسيدي هاد لوطيل. ايه انت تشهيتي لنا هاد لوطيل ولكن حنا ما تشهيناش نخلصوا هاد لوطيل. اسيدي الخلاص على حسابي وزايدوا المول لوطيل راه كنصاحب راجلي الله يرحمه. سعيد صافي بلا ما تعقد الامور حنا غادي نتبرعوا والمراه مسكينه غادي تخلص علينا ولا جيتي لمراكش حنا نتهلاو فيك. الله يحفظك. واخا دابا نشوفوا. يلا زيدوا معايا. يلا زيد تفضل. هانتوما قلتوا تفضلوا على ما نشوف الاستقبال نوسع عليكم ونيت نعرف رقم الغرفه. واخا رقم الغرفه واخا مدام سمعتي قالت رقم الغرفه يمكن با تهرب لك بالراجل. انا راجل سعيد راجلك. شنتوما يا الرجال ديما كتهمو شي حاجه ماشي هي هذه. زيد قدام يزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت قد تعرف الوطه ديالي سمحتوا. واخا سيدي هاك. شكرا. عطيها المفتاح عافاك. لا. شكرا سيدي. والباكاج ديالنا؟ حنا غادي نتكلفوا به. شكرا. سي سعيد. نعم. شكرا. تبارك الله. راني مشطونه كنقعد معاكم. شكرا. سمحوا لي. سلامة. يلا حبيبتي. يلا الله يعطيكم الراحة. الله يرحم الوالدين. شكرا. ظريفة سعيد. ظريفة هي حتى الخلاص غادي تبان واش ظريفة ولا واعرة. شوفي نجيبو شي دورة في هاد لوطيل باين ليا مدخام. أنا عجبني في الدخلة. زيد حتى فيه حتى لعب بيسين. زيد بالبحر من هنا تيبان لك شتيه؟ راه هو مهم. شتيه تبارك الله. اش نقول لك سعيد دابا هاد لوطيل شحال كبير وزوين ولكن بالي خاوي كاع ما فيه الناس بزاف. دروك هما في الصيف ملي يسخن الحال والله ما تلقاي بلاصتك. شو هاد لبيسي شحال زوين عرفتي ملي نرحلوا لهنايا نبقاو نجيبوا الدراري يعوموا فيه. جيبوا لي انت داك باك يخيم هنا. قول لي زين. نعم. هذيك المراه اللي جابتنا وحطتنا في هاد لوطيل واش عرفتي لينا بشحال في هاد لوطيل؟ واهي يا سعيد المراه باينه معقوله وباين عليها الخير فاش غيجي لوطيل اللي خلصاته؟ يا بيني وبينك زين بالله حشمنا مع ماي اللوطي. يا ربي امين عليك تبعينا شي مكتوب. هي كاتبه المقوله ولكن ما عرفت. صافا وليدي عطي التليفون لجداتك عطيها. مهمتي اه عرفتي شنو راه كلشي صورته غير غتشوفي التصاور يعجبك الحال. يلا خليتك على خير وسلامة مهمتي. امين مهمتي امين امين. زين واعر هاد لوطيل ها؟ سعيد راني هضرت مع الدراري الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. توحشتو ما سعيد؟ وعيلي يومين هادي وتحشتيو؟ زين خصنا نسربيو روسنا نخرجو نشوفو فين كاينه هاد الدار الضريبه ونشوفو السكن اللي بيعطيونا والمدرسه فاش بينا نقريو الدراري ونجيبو شي دوره في المدينه. واخ الو السلام عليكم. نعم سيدي. لا صافي احنا جايين. نعم احنا جايين. شكرا. سعيد داير مع شي حد؟ لا الناس تم تلوطيل قال لك واش يجيبونا الغداء لا لا ما احنا جايين. يلا يلا يا حبيبي. زعما هاد الضريبة واش بغينا نلقاوها هنا؟ هادي نلقاوها خصنا غير نقلبها. واحد السيد جاي نسول اجي اخويا اسمع عبد الله يجزيك بخير بغيت نسولك. تفضل. بغيت اخويا فين جات دار الضريبه هنا فا؟ دار الضريبه دار الضريبه يا بن عمي ما كايناش في السعيديه هنا كاع. لا زعما اين شاري في الشوارع جات يعطيك السر. دار الضريبه ما كايناش في السعيديه كاع هنايا. ما كايناش في السعيديه هي الناس ما تيخلصوش الضريبه. لا تيخلصوا
يوم اللي كيخلصوا فين كيخلصوها؟ تيخلصوها في دار الضريبه في حفي. حفي؟ لكن انا ندري الشوش اللي راه في السعيديه. وهذا المدير ديال دار الضريبه اللي كاين في حفي فين تيسكن؟ تيسكن هنا في السعيديه، ولكن علاش تسول انت على دار الضريبه؟ حيت انا غادي نخدم هنا في دار الضريبه، انا هو المدير الجديد. مشرفين. السلام عليكم. السلام عليكم. هذوك جاجي شتي كيفاش خنزر فينا؟ شتي يمكن هذا سالت على دار الضريبه. دابا صحيح علاش غادي نديرو؟ غادي نمشيو لدار الضريبه اللي كاينه في حفي، ياك علاش جينا؟ هذيك اللي دزنا عليها؟ هي ويلا يلاه ناخذ شي تاكسي باش تاكسي و قضي معاها. يمكن هي هذي. هي جبت نعاس وتتبان كبيره مخيره. الله 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 الله، شوف بلاصه الموتور جابها الله بلا ما نبدا ندفع فيه. مالك انتيا تاكلك فمك ولا سعيد؟ راك انت غتولي هو الكبير هنا، انت اللي غادي تولي كتحكم. كيفاش نحكم؟ واش انا في دار الضريبه ولا في محكمه الاستئناف؟ وانا غنبقى نجي عندك، وملي غادي نكون جايه كلشي غادي ينعس فيا يقول هي هي مرات المدير. انت الا جيتي هنا انا غادي نقدم استقالتي. اجي قال لك تقدم استقالتك على هاد الجينا. اجي لي ويلي بلاتي. اجي سعيد. سعيد باينه غادي تكون زوينه حتى من الداخل. يلا يلا ندخلوا نشوفوا البيرو، البيرو ديال المدير. غادي نحيد هذا الحيط، هذا الحيط الحيط الاخر غادي نزو داك الكرياج نحيدو، ندير هنا الجاج وهنا الجاج وندير الضو في هذه البلاكه. وهذاك الاساس غادي ندير له واحد البركان هي تسع. السلام عليكم. كي راك غايه مليح؟ الحمد لله سيدي. كان شي ما نقضيو؟ لا لا احنا غير تنتفرجوا صافي. كنتفرجوا عندنا لافوار هنايا، انت كتحوش على الزقه. اسير سيدي اعطينا باتساع الاداره نبلع اليوم. ناري الزغب قفرتيها، واش عرفتي شحال كتهضر؟ معامل بالسلامه، بشر بحالي بحالو. لا ماشي بحالك بحالو، هذا راه هو المدير. ايوا اسمحي لي ما عنديش فصالة مدير. وي زين يلا يفحك قبل ما نصدقوا مع هذا في شي طاب وشي مطاب. واخا دابا تشوف سعيد غير تبدا، هذا هو الاول جرى عليه. يا بنتي يلا يفحك دابا يجري عندنا حنا دروكا. حكيم مصطفى اجي قلع عليا واحد الحمقه منا. حمقه؟ شوف 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 خلي حكيم ومصطفى خليهم ترونكيل ما ديرونجيهمش، حنا غادي نمشيو. زينب واش انت بديتي تتخاصمي مع الناس كاع مازال ما بدينا الخدمه كتحوصي على الزقه؟ زيدي قدامي تكركبي. راك غايه مليح الحمد لله. ما كانش عليك تسامح ليها سعيد، غادي تصرى عليك الموظف وغتحصل من بعد. وزين بات انا جيت بلا صفه رسميه الله يهديك. واه ولكن انت عقلي عليه، راه كي غادي نبدا الخدمه غادي نبدا بوالديه هو الاول. جرى علينا من الباب. اه هو تيدير خدمته. المهم عجبتك الاداره فين غادي نخدم؟ حنا غادي نعيشوا هنا بخير وعلى خير. يعني يا سعيد راه غنتوحش الحومه والجيران. غنتوحش لنا ميمه والهضره الخاويه. ولك واش نقول لك دابا يكون الكره غالي هنا في السعيديه؟ الكره؟ هل انا غادي نكري؟ انا عمرك شفت شي مدير تيكري؟ لا انا راجع عطيني دار ماشي غير دار، راجع عطيني فيلا هو بالكراج فين نحط فيها الموتور. الموتور؟ ايه ويلي يا ويلي، واش عمرك شتي شي مدير كيسوق الموتور؟ من اللي يعطيوك الفيلا خرج عينك وقول لهم يعطيوك الطوموبيل ديال السيرفيس بالشيفور. ان شاء الله ان شاء الله. شتي هذاك الجبر راه هو؟ هذوك هما الحدود ما بين المغرب والجزائر. ياه هذيك راه الجزائر. هاكا ان شاء الله انا نخدموا هنايا غادي ندير لك واحد الويكاند ونمشيو لوهران ونشوفوا الشاب خالد. كيعجبني. سعيد دابا هو الحر اللي عيون فيه با. هو هذا واش باك بعدا تيعرف يعوم ولا غير؟ ما تيعرف لا يعوم لا والو، كذب عليك وحق الله العظيم. المهم انا غادي نشري ليه شي كادو شي شورت ما كاينش تلمك الزعافه. شورت؟ واش غادي يدير بالشورت؟ غادي يعوم به في جامع الفلا. سعيد في الحقيقه بغيت نبرد رجليا. يا راي راي ويضربوني سبعه الموجات. باش يحيد منك السحر. ها شت شت حنت انت تبعك الدير. واش معايا حسن معايا جي 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 تبارك الله الخير هنا. السلعة كلها كاينة تبارك الله. خير ديال البركان. تبارك الله المعلم الله يسهل الخير. تبارك الله شوف. سعيد دابا الشيفور ديالنا غيبقى يجيبني يتقدم لنا. غادي يتقدم هنا هو.
كل شيء غادي يخرج من هنا. سعيد السوق احنا شفناه غزال تبارك الله، دابا خاصنا نمشيو نشوفو المدرسه ديال الدراري فين غادي نقيدوهم. يعطيك الصحة سعيد، شوف شي مدرسه قريبه للدار نشوفو شي كوميساريه وجامع وفرماسيان. ها يلا روحي روحي نمشي نشربو شي قهوه، راه سير بغيت تدرس. روحي 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 روحي. هاد القهوة تيجلسو فيها هي الناس المهمين، وراه قالوا لي الفيلا ديال المدير ديال دار الضريبة راه قريبة لهاد القهوة. راك غاية مليح. قول يا خاي هاد القهوة تيجلسو فيها غير الناس المهمين ياك؟ لا كيجلسو غير السماصرية هنا. قول يا سعيد حنا اش غنديرو بالسماصرية؟ اسيدي حنا راه غادي نسكنو في الفيلا ديال الخدمة. ولكن السماصريه كيصنصرو في كلشي، اللي بغيتيها يجيبوها لك، الثلاجات التلفازات ماشينه لافي وكلشي من لهيه. سعيد اه كيفاش كلشي من لهيه؟ زعما كلشي من الخارج باش يريبوا الاقتصاد ديال البلاد. اه قول لي هذا الليمون حتى هو من لهيه؟ لا هذا ديال هنا. كل نقدم لك راسي. تشرفي. انا سعيد مدير ديال دار الضريبه الجديد فحفير. قول لي السي ابراهيم فين جلقوه؟ شكون السي ابراهيم؟ مدير القديم. ايوا السي ابراهيم غادي يطلب زهرو. سعيد سولو واش عمرو دخل الفيلا ديال هاد السي ابراهيم؟ بغيت نشوفها كبيره من الداخل. غادي يخدم تسرباي في دارو في الطاره ديال ولدو، عنده فيلا كبيره وفيها جرده ولا بيسين. سعيد زيد لي زيد لي في البوربوار فرحني. سير لعندك ما دير، اما الا قابلتي هادي هي تبقى بلا شغل بلا مشغله. سير سير الله يرضيك. سير مهلك تري البوربوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك ديك السيده اللي جابتنا للوطيل، ما سولتش فينا. رقم الغرفه 120. 120 اه سي سعيد جات وسولت فيكم، قالت لكم هذه العراضه هذه. سبحان الله العظيم، قلت انا غادي تنسى الساعه دارت الصواب، حتى حنا غادي نديروا الصواب ونعتذروا ليها. كيفاش غنعتذروا ليها؟ ما غنمشيوش يا سعيد. واش مرة تلاقيت معها في التاكسي وعندها عرس ديال بنتها ونمشي حنا نحضروا العرس صافي؟ عافاك خلينا نمشيو نفوجوا. يا عندك الحق، جينا نحضروا نشوفوا هذا العرس ديال السعيديه كيف داير. والكادو؟ الكادو حتى البيت نتفاهموا عليه. شتي ايوا ولكن اجي نسيت كاع ما سولت ذاك السيد اللي في الوطيل. اه واش خلصت هذيك المره ولا لا؟ شدي هاني جاي ندخل البيت نعينك. لا تسنيني هاني جاي. واخ تسالي. اه لا لا شتو كاع شتو كاع لا لا ما كتشوفيش. سمحي لي باردون اكسكوزي مو راه جوزي با في باردون. سمحي لي لالا. كيفاش ما شتينيش؟ واش انت ريبتي ليا كتفي وكتقولي ما شتينيش؟ شوفي لالا راه الا كنتي بنت الناس راه جوزي دوموندي باردون. قلنا لك سمحي لي شنو بغيتي دابا واش بغيتي دروك؟ بنت الناس؟ زعما شنو انا ماشي بنت الناس؟ شوف راه حشمتي لي وجه الدراري الصغار، ما والله تنوريك مرت من انا، انا راسي راه موظف كبير وقولي راه عمري بها فمك. ايتها ياك لاباس. انت كتشوف دخلت فيا تريبت ليا كتفي وزيدها بالفهمات. صافي سير 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 سير. مدام سمحي لنا راه ما تديش عليها شويه، راه فيها الاعصاب وداك الشيء، راه السيده شويه. ايوا ما كاين باس الا كان هاك ماشي مشكله. غير هو وكملتها وجملتها قالت لك راجلي موظف كبير. لا هو ماشي كبير بزاف، فيه شويه ماشي. انا راجلي راه مدير دار الضريبه في مراكش، في نهارك التالي متواضعين، ما كنقول راه بنت فلان بنت فلان، الحمد لله اوني موديست. راجلك فين خدام؟ راجلي مدير الضريبه في مراكش. سمح لنا تفضلي تفضلي. الله يعاون سيدي. تفضلي تدخل كباب. يلا الله يحضر في قلعه الله يتبس. يلا
اويلي 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 ياك ما جبتي لها سميتي عطا نعرف ملي كتكشكشي جيبيها فم وقول ونقول ليها اللي بغيت نقول فاش كتهمنا كاع صافي كنا وكنتو سرنا وسرتو وزيدو راك طلعتي كراد وترقيتي صافي ترقيت نتخاصموا مع الناس كلهم ها الله ينال اللي يخلي بلاصتو نقيه وشنو بغيتي ندير سعيد ما تمشي تعتذري ليها وما تجبديش سميتي بالي حيها وصل يديها رجليها زين انا غادي نشري الكادو اللي بغيتي دير العرس ها نمشي نعتذر لها هي مره مزيانه ولا عمرها ضاع يلا هو الاول شوفي ابتسمي ابتسمي لها ولا شي قلتك ديريه بالعرض ما تجي ما تنقصي صافي هنا وي وي بونسوار مساء الخير الله يخليك عيطي على مرت المدير ديال دار الضريبه مراكش انا هي هي انا سبحان الله العظيم تبدلت عليا بهذا الماسك اللي درتي زين براه بغيت تعتذر لك على داكشي اللي وقع ما كان مشكل سد ديجا وبلي انا نسيت كلشي ما كان حتى شي ما كان حتى شي اشكال لا تعيني تبغي تعتذر لك باش تسرح من لا والله غير سمحي لي لاله نطيعك كسته ما ديرهاش مني قلت الصواب راه انا اللي كنت واقفه وانت جيتي دخلتي فيا سمحي لي ضحكتيني الله يعطيك الخير واخا ما قداش نضحك الماسك على وجهي سمحي لي اختي ماشي ماشي مشكله تخسري الماسك ما كان باس راه سي ديجا وبلي جوزي صافي ما كاينش حتى شي حاجه غير نخسر الماسك نعاود نصاوبو ماسك اخر ياك غير الخير مطحون هذاك انت شنو كتجيها انت هو راجلها الموظف لا انا ولد خالتها سميتي فريد تبارك الله عليكم شو سويتي بونسوار الله يعاونك تبارك الله عليك الله يحفظك تبارك الله عليك شتي زيد بعداك الشيء ديال الماسك تيصاوبو بالخير في شكال هذا ماشي خيار هذه الحلبه بالبيض والافوكا زيد قدامي سبحان الله العظيم شحال عز عليكم يا عيالك بدا تجي الخروج ياكم هذاك الشيء انا بنت خالت فينا مساء الخير سي سعيد لاباس تفضل بخير تفضل كي داير الحمد لله هيا لا زينب هيا في البيت هيا دابا جي ايوا سي سعيد انا اليوم جيتك بغيتك باش توقف معايا مرحبا ايوا ها انت كتشوف نهار اللي مات لي الراجل وانا وحدانيه ما حيلتي العرس ما حيلتي الجوق ما حيلتي العراضه وحتى البنيته الوحيده اللي عندي هي غتزوج وتخليني وانا محتاجه لشي حد يوقف معايا حسن ما يختار لي العرس قول لي واش العريس هرب لا ها راه غير الجوق باقي ما جاش وعلاش ما يجي الجوق من دروك ياك العرس كاين في الليل ايوا سيدي العريس قال لك خاصو هذا الجوق يجي يغني ليه واحد الغنايه سميتو ماشي غير واحد درت مرا كنسمع به داك ديال يا خويا ويا ابن عمي ويا ابن قادي ماشي غير جي وقول درت مرا يا زينب يا لاباس 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 الحمد لله صافي وصلنا للغنم دابا انا بغيتك توقف معايا العرس غيخسر لي السي سعيد نوقفوا معاك لالا واش دابا حنا خصنا نمشيو حتى للجزائر باش نجيبوا هذا الجوق لا انا غير بغيتكم توقفوا معايا حتى يتحل هذا المشكل ايوا انت كتشوف تاع عائله العريس هذه 3 ايام هما في الطريق قبضوا الطريق سيدي من المغنيه الجزائر العاصمه الكازا الوجده وعاد غيجيو للسعيديه واي 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 نعاونوك لالا نعاونوك لا نوقفوا معاها ضروري نوقفوا معاها نحمل الوالدين شكرا لالا ارتاح لي دابا
مالو محبسين الطريق هكشي باش ما كاين بناتي صورت يا بالله راهم يصوروا تيصوروا على شي حاجه كيصوروا شي حاجه تيصوروا شي فين صافي طلق مني صافي الله يرحم يبا ما كاين صافي واش تحنا في السعيديه ما زعما العيده ما كنعرف هادشي شوف كبار شان كلشي كتمشي للباطوات ها العيده ولا اعتماد واعتماد هادي رشيد كمل رشيد صافي رشيد صافي رشيد صافي 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 خويا تيتانيك تيتانيك ديال المغرب لا ديجا خويا تيتانيك ديال المغرب سي رشيد تيتانيك ديال المغرب سي رشيد بخير مرحبا خويا رشيد والله العظيم رشيد اخويا كوبي اش هادشي شكون قلت لي رشيد شكون هذا رشيد خلينا نصوروا الله يرحمه شكون الراجل هذا هو عبد الرحمن التازي هذا هو دار داك الفيديو ديالو بحث على جوج مرات في الريجي في الماكينه غادي نعاودوا عافاك عطيه يصور نعطيه صورنا صورنا اختي اجي اختي نصوركم وتخرجوا واخا واخا صورني الوالده عندي حماق عليك الوالده عندي حماق على الصافي واخا واخا صافي صافي طيب عاد عليه ولد عاد عليه والله تشرب معنا شي قهوه بينا يلا يلا سي رشيد تشرب معنا شي قهوه تشرب معنا شي قهوه ونعيمه سي رشيد صور يلا رشيد يلا شكرا صافي الله يخليك رشيد المكياج المكياج عاد نعيمه نعيمه الله يحفظكم شتي شحال فينا في الواقع والله الا ممثلين مزيانين زوينين شي كتبان صغيوره عرفتي الريجيو داك السكوان نعيمه نعيمه مشات تجيب حتى للمعلمهم يلا 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 بلاتي نصاوب مكياج ديالي حيت خاصني نخرج ليك الا بغيتي نعم سيدي حنا نشاركوا معاك في هذا الفيلم فابور بلا يبانوا في التلفزيون كيبانوا في التلفاز اخويا عرفتي باش نقول لهم في مراكش راه تلاقيناكم شوف معنا شي قهوه راه معنا شي قهوه نخدموا مجان معنا مراكش سعيدين فينا اون ريبون سي فو بلي اون بلاس باينة لاباس عليها شوف تبارك الله وصل عندي فين كتسكن لا لا باين شتي دابا جينا باش نشوفو فين غادي نخدمو ونشوفو المدينة كيف دايرة رزقنا هذا نحلو في المشاكل ديال الناس يا سعيد الله يهديك راه الحباب هما اللي تيقوا بعضياتهم في الحزة هما جايبين الشوق من الجزائر والتريتور غادي يكون من تونس يجيو من كفا منين غايجيبوها؟ غايكون من موريتانيا ياه مرحبا ونهار كبير هذا انت كنقدم لكم بنتي رانيا والعريس مولود زي مولود الله يكمل بخير نودي الله يكمل عليكم بالخير الله يفرحكم هذا هو السي سعيد اللي غادي يمشي معك للحداده فين الحداده الغاول الجوق ولا زينب بغات تبقى معنا حتى ترجعوا ان شاء الله قول لي هذا الجوق اللي بغى يجي من الجزائر كيعرف يغني داك الديسك ديال شداني لاش مشيت غايه كيعرف يغنيها بحال اللي قلت لك السي سعيد المرحوم خلى ليا بزاف ديال الاملاك من بنايات وعقارات وانا دروك عييت وما رانيش عارفه شكون اللي غادي يعاونني في هذا الشيء كلشي ايوا كنقلب على شي ولد الناس اللي يعاونني على دوير الزمان ويهز عليا الحمل يلا نروحوا للحدادة واخا سعيد عندك تنصر كادو ما تجيبوش لا نجيبو لك من الحدادة واخا يلا بسلامه الله يديكم على خير شكويسه تايس لازين يلا لالا تبارك الله على العزبة الله يكمل عليك يا بنتي بالخير غزالة تبارك الله الله يفرحك يا بنتي ولا زميلو انا سي سعيد ياك انت من الجزائر وديك ساعة تزوجتي عروسة من الجزائر مكتابة سي سعيد الحب ما يشاورش هاكا انت تقولوا بان هو المغاربة ما كيتحملوش مع الجزائريين داكشي بوليتيك خويا المغاربة خوتنا وحنا خوتهم وغاية ياك ابن عمي راك مليح خويا سعيد مليح سي بون خويا الله يعطيك الصحة سي بون وصلنا لي فرونتيير خويا عندك فرونتيير يا جي نروح نوريك الحدادة السفر
وهذاك هو الجوق راه هو راه واحد الشجره شفتو شفتو كاع ما عنده الدربوكه وحنا كاع ما عندنا الدربوكه هذاك راه سميتو القلال راه هو هز هذاك السيد القلال لاباس عليكم اذا خديجه كريم مبروك الا بغاو يجيو في الطياره ولي يا سي سعيد خصهم يروحوا حتى الوهرن ومن الوهرن يشدوا الطياره يروحوا حتى لكازا ومن كازا عاد يجيو لوجده ما يوصلوا حتى تزاد عندك الولد ودير السواق انا مالو ما يجيو من هنا لهنا ما يحكموش يخافوا ان شاء الله يطلبوا الله يفتح القلوب مرحبا مرحبا كي داير يحيى ايوا زو دوزانهم فوق كتافهم وخمسة دخيخ يقطع الواد وهما هنا دروك ندبروا لهم شي واحد يفوتهم كون صالو بروبليم غيقلي لاباس صلاح صلاح ها ميلاد بقاو تما دروك ندبروا لكم اللي يفوتكم صحة ان شاء الله خويا ميلاد ان شاء الله والله الحمد لله ربي خويا ميلاد الحمد لله ربي خويا ميلاد غادي تنشطونا شوية مرحبا مرحبا خويا نشطوك الجديد خويا ميلاد الأغنية اللي وصيتكم عليها عارفينها يا من سيدي ويا خويا عييت مقالي وماشي غير الواحد وقول درت امرأة يحفظك خويا هذه هي اللي راني باغيها حافظك اه بيان سور يا خويا ويا قلالي ماشي غير جي وقول درت امرأة ايه رانا نزعقوا هنا هاد الليلة غادي تنشطونا صحة الجديد الجديد القديم ما عندنا ما نديرو به رانيا شحال باش تعرفها هادي عامين تبارك الله زين السلام عليكم السلام هذا سميتو الروكا كيحرق الناس اسبانيا تفضل تفضل غادي تحرقوا بجوج لا واحد الجوق شحال بيهم سبعه مليون الواحد شحال مليون الواحد غير من الجزائر لهنا ايوا قول لي بريكول شنو هي جوج ملايين حسبهم قدام كيغنيو الي روتور متفقين واشرب معنا شي حاجه ما نجمش ندير الخدمه جروب واحد طاشمان تاع لي زافريكا غادي نديهم لجبل الطر واحد ثلاثه لاس بالماس وجوج نسقدهم لتركيا عاد نمشي نجيب لكم الاماله ديالكم واه يا ابن عمي راك غايه محرك ها سامروش راه حنا نزعقوا ولا الخدمه دي خدمه هي هذه خدمتنا صعيبه صعيبه بزاف شوف انا غير مني تجيب لي الجوق مول الدربوكه عندك تحل الدربوكه في الماء ياك السي سعيد قلت لك القلال ماشي الدربوك لا ما تخممش ضربها على حسابي يلا اشرب معنا شي حاجه يلا يهديك واش انا من الصباح وانا نقول لك لاس بالماس وتركيا وهادي وتقول لي واش تشرب الخدمه ما نقدرش واخا غير شي وراك غير معنا شي حاجه ومين شي افوكا غارسون واش لافوكا عافاك مرحبا بكم هذا سي عزيز قاضي ومراته محاميه شرفين زرتنا بركه اهلا اهلا لاباس اهلا خير هذا السي البشير كوميسير مراته مهندسه شرفين مرحبا بكم السي البشير مرحبا اهلا اهلا هذا هو السي ابراهيم السي ابراهيم مدير ديال دار الضريبه مرحبا سيدي مراته طبيبه سعيد شفت الجوق تعطل يمكن هذاك الرومبو يمكن تفع لي الضو ولا شي مصيبه كحلاو وحرق بهم الطاليان ويلي يلا تفضل الشريف زيد زيد
ها الجوقجه شتيه؟ والله الا جا، ها هو الجوقجه. سعيد خويا عليك ترد لي الجوق الجزائر صحه انا مرتاح كون على كمره شكرا كون كمره بنت يلا امشي يلا بسلام 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 بنيتي الله يثبت لك الغرس سلام حبيبتي سلام الله يفلاتكم الله يفلاتكم سلام بسلام حبيبه ديالي زين يلا نمشيو عافاك السعيد خلينا غير تندوزو 3 ايام نمشي نجيبو الوقت ديال الانتقال ونجيبو الدراري ونقعدو كاع هنا حتى 3 شهور سي سعيد ياك انت غادي تمشي وترجع وخلي معايا لالا زينب عافاك السعيد نيت ما تخلصش فلوس المركب ديال الرجوع واخا المهم انا غادي نمشي و ما تخرجيش بوحدك لا 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 كامل الله يكمل بخير على البنيه يا ربي امين الله يكمل على بخير امين بارك الله فيكم الله يسلم نسيبتي العزيزة كيف جاتكم السعيدية؟ لا غير عويناتك غاية وفين بنتي زينب؟ راهي تما في السعيدية مليحة راه مليحة سعيد اش وقع لبنتي ولا ندير صباعي في ودنيا ونغوت اش بغا يوقع لبنتك؟ واه مشات للسعيدية وصافي اش هي غرقات في البحر الله يهديك اش من غرقات في البحر ما كنت دابا انت لا قضية هادي غرقات في البحر ما تغرق ندورو ليها حنا كاع مالنا على هادشي هلا ها هو التليفون قاطع في تقاد عليه الشارج ولا جاش الله 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 على بنتي الله على بنتي مشات صغيره ما شافت ما تشوفات الله على بنتي الله على الكفر دا ليا البنت وغرقها
واش انت بغيتي تحل لي الباطل غير هكاك؟ الله يهديك. الو شكون؟ اه زين بخير. شوفي بلاتي ندوز لك امك. اه قلت لك على اللي راه بديتك حتى للسعيديه باش نغرقك في البحر. هيا ندوز لك. هيا الو بنتي زينب. ياك انت ياك زينب ياك؟ هي انا مهمتك حبيبه. هي لاباس عليك بنيتي. هي الله يرضي عليك بنيتي. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. ها سعيد ها هو ندوزو لك. شكرا وليدي. شكرا. اسمح لي يا وليدي راه من حقي نخاف على بنتي. ايه من حقك تخافي على بنتك ولكن ماشي من حقك باش تطيحي هي انا البطل. ايوا يمكن ندخل نحط هذا الصاك ونتسرح شويه راه نمشي للخدمه. ايه وليدي مرحبا بك. ويلي دخل مرحبا. الله يرضي عليك دخل. سي دريس. سي سعيد. اهلا وسهلا. بخير. هذا انا غادي نسيد المدير داك الشيء ديال الترقيه. داك الشيء ديال هي الخبيره في بلاصتها. لا ما عندي ما نتسالك سعيديه ولا بلاش غيرها ما يحلاش. اه انا سي دريس خذ هذه الحليوه فرقها للاخوه اللي خدامين هنايا. والمناده؟ المناده من بعد تنعاود نرجع. شوف وراه كاين ديك الحليوه اللي باتشيط ديال الوليدات. انا دخلت عند السيد المدير. تفضل. مساء الخير سيد المدير المحترم. اهلا سي سعيد تفضل. شكرا. يلا لقيتيني غادي نصيفط عليك. مرحبا نعمس. ايوا سيدي كنهنيك. الترقيه نعمس والانتقال ياك؟ بلاوات بغي يوصلوا عليك. ونعمس راه مشيت حتى لعين المكان في البيت نخدم ودرت واحد الشويفه. مزيان دابا انت غادي تولي رئيس قسم تماك. سعيد يا نعمس ياك؟ واش جاب سعيد الهضره؟ نعم. غادي تكون رئيس قسم في الفرعيه اللي حلينا في السعاده في مراكش. كيفاش؟ وراه عندك الطوموبيله ديال السيرفيس تاع هي. وزين بن عمس؟ شكون زين؟ مرتي. مال مرتك؟ انت بقات تما نعمس. فين تما؟ في السعيديه. مشات دوزات عطله؟ عطله نعمس ودابا خصها تجي تلتحق بيا يعني. انا. واخا ماشي مشكل. غتمشي لهاد لوطيل وغادي تلقى المراتي تما كاينه وهي غتعاونها باش ترجع. ايه نعمس مرتي راه تصطحت مع مرتك زعما راه تلاقات مع مرتك ومرتك نعمس الله يعمرها دار. ايه وانت نعمس سيدي نمشي نلتحق بالعمل ديالي في السعيديه زعما في السعاده نعمس. غادي تلتحق في اقرب وقت ممكن. واخا شكرا. تفضل يا سي سعيد. شكرا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا خويا ويا ابن عمي ويا ابن قادي. يا هادي ماشي غير جي وقول درت مراه. يا زينب. يا لاباس. لاباس لاباس الحمد لله. صافي وصلنا للغنم. إيوا كنقلب على شي ولد الناس اللي يعاونني على دوير الزمان. إيوا ويهز عليا الحمل. يا ود الترقية يا رئيس القسم. ألو بونجو لالة فايزة أش أخبارك؟ هذا السعيد المراكشي. أي اللي كان عندكم في السعيدية. أما نكذبش عليك أنا عجباتني السعيدية وحتى موليها. قول لي باقي البروجي اللي قلتي لي باش نتعاون معاك فيه ونخدم معاك. الا باقي مستعده انا راه انتريسي. هي مرحبا. الصداع لا هذه غير شي هديه ديال زمن هنايا عرفتي. شوف شوف لا فايزه دابا نعاود نتصلو. يلا لا
ماجيك اويلي زين اش تجيني اش تجيني سعيد جمعك الفوق الله يخليك ديما الفوق الفوق يا سعيد بقى تما انا غادي نطلع عندك ما تهبطش ما طلع عنديش سيري فحالك زين سيري فحالك واش بيزبط علينا العراض اويلي سعيد راني فرحانه وجاراتي فرحانين معايا انا باغا نفرقع العيد ديال القلب باغا نعصر عليهم الحامض واش انت بغيتي تخرجي عليا وتخرجي على خدمتي حاجه جرى عليا مسخوت الوالدين ديال بنتك وسيروا في حياتكم سيروا العيالات الله يجزيكم بخير سيروا سيروا للدار سيروا راه خايف من العين يلاه العيالات يلاه سيروا تحدي يا جارتي يا بزاف هادشي واش انت بغيتي تدير لنا المشاكل في الخدمه؟ اويلي يا سعيد راني فرحانه بيك جيبي حليب وتمر.